العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة فض اعتصام الخرطوم إلى 100 قتيل، وقوى الحرية والتغيير تدعو إلى عزل المجلس العسكري إقليميا ودوليا. الحوثيون يعلنون السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا في مدينة جيزان جنوبية السعودية. أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يتحركون لمنع بيع أسلحة للسعودية والإمارات. بعد عامين على حصارها، قطر توسع دائرة علاقاتها الخارجية وتحافظ على مستوى عال من النمو الاقتصادي. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر طبية سودانية أن حصيلة فض اعتصام الخرطوم على يد قوات الأمن قد ارتفعت إلى 100 قتيل، فيما دعت قوى الحرية والتغيير إلى عزل المجلس العسكري إقليميا ودوليا. من جهة أخرى، رفضت قوى المعارضة خطة المجلس العسكري لإجراء انتخابات خلال 9 أشهر بعد أن كان المجلس العسكري قد أعلن إلغاء كل الاتفاقات السابقة مع قوى المعارضة. نحن في المجلس العسكري نفتح أيادينا لتفاوض لا غيد فيه إلا لمصلحة الوطن. نقتلكم ونستبيح اعتصامكم ونجلد ظهوركم ثم نمد يدا للتفاوض نغسل بها قتانة الدم. أما الشارع فما زال مدهوشا يستصرخ من وعده بالحماية وضمنه شريكا في الثورة واستأمنه على حراكه. يقول الثوار إنهم سيعتزلون التفاوض وقد استضعفت سلميتهم وطورد الناس عزلا في الأزقة وأطلق النار سخيا ينهمر عليهم من كل اتجاه. عليه غرر المجلس العسكري الآتي: إلغاء ما تم من اتفاق وإيقاف التفاوض مع هو إعلان الحرية والتغيير. وفي مشهد آخر، وساعات بعد المقتلة، خرج عليهم البرهان نفسه يتوعد بانتخابات مبكرة ويتخفف من كل اتفاق مع قوى الحرية والتغيير. إلا أن الثائرين لا يجدون بعد أن فض اعتصامهم إلا العصيان حافظا لزخم ثورتهم، وقد أيقنوا أن المدنية كما يعرفها العسكر خالية من تداول السلطة واقتسام الحكم، معدومة الثقة ضيقة الأفق، المدنية رضيفة القهر يسود فيها العسكر ويحكمون. ليس المخطط مانية، وفي النهاية قريب جدا حتحسن الحقائق. وفيما البلاد لا تكتم خوفها، خرج على الثائرين عسكري آخر يتعهد بكشف الحقائق الغائبة ويتوعد من يصفهم بالعابثين بأمان البلاد، يتوعدهم بالعقاب، وهو عقاب كان المجلس يوم أسقط حكم البشير يقول إنه سيذيقه لمن جار على الثائرين يوم خرجوا أول مرة يطالبون بالحرية، إلى أن ظهر للسودانيين أن هؤلاء أنفسهم عماد النظام القديم وأبناؤه الخلص. أيقن الثائرون أن لهؤلاء الضباط أدوارا أخرى غير الشراكة في الثورة وحمايتها، ينفضون عن طاولات التفاوض ويذهب قادتهم لحضور القمم ولقاء الحلفاء، ثم يعودون إلى الديار يصوبون الرصاص على أبنائها وقد زين لهم سوء فعلهم، لا يخشون غضب المجتمع الدولي المنقسم أيضا على نفسه العاجز عن إدانة الدم المسفوك على الطرقات. أما نذر المقتلة التي روعت السودانيين فقد لاحت في ثنايا خطاب المجلس العسكري يوم أطاح بالبشير ويوم رأى في الاعتصام وكر سوء، إلى أن انتهى مستعذبا لحكم البلاد وكأن قدر السوداني أن يجر انقلاب انقلابه. مدنية العسكرية. معنا من الخرطوم الناشط السياسي تيجاني خضر. سيد خضر، يقول الجيش السوداني في بيان قبل قليل إنه سيظل منحازا لثورة السودانيين، هل تصدقون هذه المزاعم؟
شكرا على الاستضافة. أنا لا أدري المجلس الانقلابي لأي ثورة يشير، يعني إذا كان ثم انقلاب هذا ثورة وانحاز له من نفسه بنفسه فهذا أمر آخر، لكن إذا كان يتحدث عن ثورة ديسمبر المجيدة فهو قد خدع الناس من خلال إعلان انحيازه للثورة، وهو الآن يظهر وجهه الراغب في السلطة من خلال فرض نفسه بالقوة ومحاولاته الآن للمناورات السياسية عبر الدعوة لما سماه بانتخابات وقطع التفاوض، ويعود الآن هذا اليوم ليعلن رغبته في التفاوض. هذا الأمر وكأنه يحدث في دولة أخرى غير دولة السودان وليس مع الشعب السوداني، لا حماية للثورة الآن ولا حماية للمطالب الشعبية الجماهيرية التي خرج من أجلها السودانيين، بالعكس هو انقلاب عليها، وبعد أن كان يفاوض للوصول إلى هذا المبتغى هو الآن يقلب الطاولة ويعود إلى المربع الأول وهو مربع البشير نفسه الذي كان فيه قبل أن يسقط، وبالتالي لا يعتبر المجلس العسكري الآن في صف الثورة، ما لم يكن هو المصد الأولى بالنسبة لرغبات الثوار فيها. ما خياراتكم أنتم كنشطاء وكثوار وكمعارضة سودانية عموما؟ أنا أتحدث معك بصفتي ناشط ميداني، لا أنتمي لأي من أحزاب المعارضة، ولكن مثل حالي مثل الثوار السودانيين الموجودين في البلد والذين خرجوا للوصول إلى مطالبنا في الحرية والسلام والعدالة. هذه مطالب لم يتحقق منها الآن أي من المستويات المرضى عنها ولا حتى بالتعقل السياسي، ناهيك عن الاندفاع الثوري، وبالتالي لا نحن بالنسبة لنا لا يوجد شيء جديد. نحن في الأصل لم نحتفل بالاتفاق الذي لم يوقع عليه مع المجلس العسكري، ولم نهلل بانتصار ثورتنا أبدا خلال الفترة الماضية وحتى أيام اعتصامنا الكبير في أمام القيادة العامة والذي فض بوحشية في ليلة العيد، لم نعلن في يوم من الأيام أننا قد انتصرنا وأن أي من مكاسبنا قد تحققت. لكن الساحات ضاقت عليكم سيد تيجاني خضر، الجيش يحذر المدنيين الاقتراب من المواقع العسكرية، واضح أنه لن يسمح بأي اعتصام شديد، ماذا ستفعلون عمليا أقصد؟ قبل الاعتصام كان هناك حراك مستمر منذ ديسمبر الماضي. المواكب والمظاهرات تقصد؟ المواكب والمظاهرات هي الآن قد بدأت، يعني منذ ليلة العيد والخرطوم قد أغلقت شوارعها، لجأ الدعم السريع إلى إزالتها بالقوة. المدن والولايات لا توجد معلومات في الإعلام الخارجي عنها لأنها منقطعة وبعيدة، لكن المعلومات الموجودة أن اليوم في زالنجي بدارفور وفي الأبيض بشمال كردفان كانت هناك تظاهرات ومواكب بعد صلاة العيد للثوار، وتمت عملية اعتقالات واسعة جدا للمشاركين فيها وللنشطاء وللمنظمين لها، وهذا إذانا ببداية هذه الموجة الثالثة من الثورة التي ستعم كل مناطق. ألا تخشون أن يواصل الجيش أو قوات حميتي لا نعرف بالضبط استخدام القوة؟ آخر الأخبار تقول أن أكثر من 100 سوداني قتلوا حتى الآن بعد فض الاعتصام قبل أيام، ألا تخشون أن يعتاد العسكر إطلاق النار على السودانيين من دون حسيب أو رقيب؟ عندما خرجت الجماهير في ديسمبر كانت القوة الموجودة على الأرض التي يمتلكها البشير حميتي جزء يسير منها، يعني يمتلك حميتي كانت نسبة مقدرة من نسب القوات الأمنية التي يملكها البشير والذي حاول أن يفرض نظام حكمه بالقوة على السودانيين. الآن حميتي أخرج قواته بالكامل لقمع هذه التظاهرات، والأمر يعني متروك لمقبل الأيام لنرى أي ينتصر إذا كان السلاح أم إرادة الشعوب. شكرا جزيلا تيجاني خضر الناشط الميداني من الخرطوم. أعلن الحوثيون في اليمن السيطرة على 20 موقعا عسكريا في محور نجران جنوبي السعودية، وأوضح الناطق العسكري باسمهم يحيى سريع أن أكثر من 200 جندي سعودي سقطوا بين قتيل وجريح، كما تم أسر عدد آخر. وأشار سريع إلى أن الحوثيين تمكنوا من تدمير أكثر من 20 آلية ومدرعة أو أعطبوها وغنم وأسلحة وعتاد، ولم يصدر عن الرياض أي تعليق على هذا الهجوم حتى الآن. معنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل، هل يمكن التأكد من إعلان الحوثيين هذا بخصوص نجران؟ وهل نتحدث عن مواقع حدودية أم لا داخل الأراضي السعودية؟ بالتأكيد هي مواقع حدودية، ولكن يبدو أنه وفقا للرواية الحوثية بأنه حصل تقدم في اتجاه العمق السعودي،
كم مدى هذا العمق لا نستطيع أن نحدد بدقة، ولكن بالنسبة لموضوع التأكد من هذا الموضوع وهو الرواية الحوثية فقط المتوافرة حتى الآن، لكن وفقا للإعلام الحربي للحوثيين أو للمتحدث العسكري للحوثيين فإن هذه العمليات كلها على الحد الجنوبي، وخاصة العمليات الساعات الماضية التي جرى الحديث عنها بهذا الشكل، وثقت بعدسة الإعلام الحربي وسيتم بثها ربما خلال أقل من ساعة على تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي وأيضا بقية وسائل الإعلام التابعة لهم. من هذا المنطلق يمكن الاستناد إلى نوع من المصداقية في حال تم بث هذه الصور. نحن بانتظار أن تبث هذه الصور خلال الساعات القادمة أو ربما خلال أقل من ساعة، لكن أيضا وفقا للرواية الحوثية ذاتها فإن عدد كبير من الجنود السعوديين سقطوا بين قتيل وجريح، وتم أيضا أسر آخرين. في حال ما تم عرض تسجيلات لهؤلاء الأسرى فإن هذا يعني أن هذه العملية تمت لا شك. أيضا التحالف وفقا لرواية الحوثيين والمتحدث العسكري شن أكثر من 75 غارة جوية بالتزامن مع احتدام المعارك في محور نجران، وأيضا في محور آخر وهو محور الجوف الذي قال الحوثيون بأنهم تقدموا ما يزيد عن 40 كيلومتر باتجاه مناطق يجري فيها الصراع على الحدود الشمالية الشرقية مع المملكة العربية السعودية. وبالتالي نحن على ما يبدو أمام يعني حادثة أو تفاصيل حقيقية يعني وفقا للمعلومات المتاحة حتى هذه اللحظة، ولكن رغم هذا لا يبدو أن هناك أي رد فعل أو بالأحرى أي تعليق من قبل السعودية أو جانب التحالف على ما تم الإعلان عنه حوثيا. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات خليل القاهري في صنعاء. ومن بيروت لمتابعة هذا الموضوع معنا العميد ناجم لاعب المحلل العسكري، أهلا بك. يعني الإعلان قد يبدو وأنه استعراض للقوة بشكل كبير، ولكن ماذا لو فعلا أثبتت الصور التي يقال بأن قناة المسيرة ستبثها لاحقا حجم هذا الهجوم؟ يعني ما تأثيره برأيك؟ مبدئيا من حيث التوقيت أن يكون يوم عيد وينعاد على الجميع، ولكن هذا اليوم هناك يعني ارتخاء على الجبهة وهناك يعني وجود قليل على الجبهة من قبل الطرفين. الهجوم المباغت صحيح أن يتمكن أن يجتاز الحدود ويجتاز نقطتين وثلاثة وعشرين نقطة، ممكن أن يكون الحوثيون اجتازوا هذه المناطق، ولكن هناك قوة احتياط تتصرف وتتدخل عند أي طارئ، وهذا الموضوع موضوع مشتعل منذ زمان. لذلك قد يكون حصل التمدد إلى الداخل وحصل اجتياز نقاط حدودية، ولكن القوى العسكرية السعودية سوف تعيد التمركز على الحدود، علما بأن الحوثيون لا يمتلكون سلاح جو وهذا نقطة ضعف لديهم، وبالتالي من يمتلك سلاح الجو يسيطر على الأرض بشكل أكثر. يعني هناك قطع امدادات بسلاح الجو وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، إنه اجتياز لمرحلة إذا كان قد حصل، وهذه المرحلة تنتهي بالتدخل القوي سواء من المدفعية أو من الطيارة. طب حتى الآن لا يوجد تعليق سعودي، الرواية هي رواية الحوثيين، استغلوا ثغرة والتوقيت مرتبط بهذا كما تقول، ولكن يعني أبعد من ذلك الآن رغم التفوق الجوي يستطيع الحوثيون على ما يبدو أن يضربوا بهذا العمق على ما يبدو، رد الفعل السعودي كيف سيكون برأيك؟ يعني تقرير مراسلكم كان جدير بالاهتمام أن الحوثيون لم يعلنوا حتى الساعة، لم يظهروا أي صورة للإعلام الحربي لهذا التقدم، ولكن بيانهم مفصل أو كما قالوا نعم بلاغ مفصل قد يحصل، ولكن هذا يعني لم يتأكد من أي وسيلة إعلامية أخرى. إذن أنت كمحلل عسكري سيد ملاعب، يعني بالنظر لمعرفتك بقدرات الحوثيين، يعني وهو نعود إلى بداية السؤال، هل هم فعلا قادرون على أن يحققوا ضربة بهذا الحجم بهذا النوع؟ نتحدث عن 200 عسكري يقولون أنهم في الأسر الآن. ضربة بشكل مفاجئ على نقاط قد يحتفظون بها ليوم أو ليومين حتى يتم التدخل من القوى النظامية الكبرى. لذلك قد يكون هذا الموضوع حصل ليس بهذا الإعلام القوي، هذا الإعلام هو موجه لمناورة إعلامية ضد المملكة. نرى اليوم أن الأجواء صحيح أنها الأجواء ليست تصاعدية
في المنطقة عسكريا، ولكن الإيراني يمتلك ورقة أمنية يحاول أن يستخدمها، سواء كما رأينا في مصفتي النهر، في مصفتي النفط في وسط السعودية منذ حوالي أسبوعين، سواء بالاعتداء على يعني اللي حصل على السفن في خليج عمان، سفن تجارية، أو التصعيد الذي حصل في غزة. يعني إذا أنت تشكك برواية الحوثيين ويعني تعتبرها رسالة إقليمية من إيران للسعودية في هذه الظروف التي نشهدها؟ نعم، رسالة إقليمية في زمن في هذا في وقت العيد لإفشال أو للكلام للتغطية الإعلامية على أن هناك قتال، وهناك نحن ما زلنا قادرين ونستطيع أن ندخل إلى المملكة، لإحباط العزيمة لدى شعب المملكة ودول الخليج. عمليا الحوثيون يستطيعون كمشاة باجتياز هذه المنطقة، ولكن لا يستطيعون الاحتفاظ بها. شكرا جزيلا لك العميد ناجم لهاب المحلل العسكري، كنت معنا من بيروت. العرب اليوم متواصل معكم مشاهدينا فيه بعد الفاصل. ترامب يقول إنه مستعد للحوار مع روحاني من دون إسقاط الخيار العسكري. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن طهران تريد تعزيز أمن المنطقة ولا ترغب في الاشتباك مع أي دولة. وأضاف روحاني أثناء الاتصال الهاتفي أن بلاده ترحب بمواقف قطر في قمة مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية المنسجمة مع مبادئ حسن الجوار وخفض التوتر في المنطقة. كما أكد روحاني أن السعودية والإمارات تنتهجان أسلوبا تجاه قطر واليمن وإيران يضر بالمنطقة كلها. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد للحديث مع نظيره الإيراني حسن روحاني، وأضاف أن احتمال العمل العسكري الأمريكي ضد إيران وارد دائما. وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية مع قناة اي تي في البريطانية، قال إن إيران كانت مكانا عدوانيا جدا عندما وصل إلى السلطة، كما كانت الدولة الإرهابية الأولى في العالم آنذاك، وربما لا تزال كذلك حتى اليوم حسب تعبيره. من التهديدات الملحة التي تواجه أمتينا تطوير وانتشار الأسلحة النووية، ربما هذا هو التهديد الأكبر. الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مصممتان على ضمان ألا تطور إيران أسلحة نووية وأن تتوقف عن دعم والمشاركة في الإرهاب، وأؤمن أن ذلك سوف يحصل. ومعنا من طهران مراسلنا حازم كلاس. حازم، ماذا قرأت طهران في كلام ترامب غير أنه مخادع في طرحه التفاوض وأن واشنطن غير جادة فعليا في تغيير النظام الإيراني؟ في الحقيقة يمكن القول أن طهران لم تقرأ تصريحات ترامب أساسا. يعني من اللافت أن يكون للمرشد الإيراني ثلاثة خطابات في يومين. بالأمس كانت ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني، كان للمرشد الإيراني كلمة، واليوم أيضا كان له كلمة في صلاة العيد في طهران، وبعدها كان له كلمة ثالثة أيضا خلال استقباله سفراء دول الإسلامية في مكتبه أيضا. واللافت أن كل هذه الكلمات لم تتطرق بأي شكل من الأشكال إلى المواقف الأمريكية نهائيا. إيران يبدو أنها يعني اتخذت قرارها وتسير وفق القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فيما يتعلق بتخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي، وأيضا يعني تلتفت بشكل كبير في الوقت الحالي إلى القضايا الإقليمية، تركز على التطورات الفلسطينية وعلى صفقة القرن. كان هناك كلام حاد وواضح من المرشد الإيراني فيما
فيما يتعلق باجتماع البحرين وفيما يتعلق أيضا بالتصريحات السعودية في هذا المجال ما يتعلق بدورها في صفقة القرن وقمم مكة الثلاث التي حاولت برأي الخارجية الإيرانية هنا حرف الأنظار عن القضية الفلسطينية ويعني ربما ما يسمونه هنا الإيرانفوبيا أو صناعة إيران كعدو للمنطقة. إيران تركز في هذه المرحلة دبلوماسيا على ما طرحته أو جددت طرحه فيما يتعلق بمجمع للحوار الإقليمي مع الدول الخليجية تحديدا وأيضا اتفاقيات عدم اعتداء متبادل مع هذه الدول. اللافت أن يكون هناك اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير دولة قطر. هذا الاتصال هو الثاني في غضون شهر. بطبيعة الحال هناك وساطات كثيرة تحاول تهدئة التوتر بين طهران وواشنطن. هناك حديث عن وساطة يابانية، رئيس الوزراء الياباني سيصل طهران الأسبوع المقبل، وبطبيعة الحال هناك دور عماني وقطري. كل هذا الموقف والتطورات فيما يتعلق بالملف الإيراني رصدتها في هذا التقرير. تقبض إيران على البندقية، تستبعد الحرب وتستعد لها في الوقت نفسه. لا تعير تصريحات الرئيس ترامب الاهتمام، وكأن تغيير النبرة الأمريكية لا يعنيها. تمضي في طريقها، تستمر في تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي وفي البحث عن طرق للالتفاف على العقوبات، وتستدير إلى دول الجوار. الهدف من اجتماع البحرين تنفيذ ما اسموه صفقة القرن، وهي خطة أمريكية خاطئة وخائنة وخبيثة ضد فلسطين لن تتحقق أبدا بإذن الله. آمل أن يفهم حكام البحرين والسعودية في أي مستنقع يضعون أقدامهم وما الأضرار التي ستلحق بهم بالمستقبل جراء ذلك. تنتقد طهران بعض الدول الخليجية، تمد يدها لها سعيا لتعاون منشود كما تقول، تجدد مبادرتها لإنشاء مجمع للحوار الإقليمي وتدعمها بالدعوة للتوقيع على اتفاقيات عدم اعتداء متبادل. كان هذا قبيل قمم مكة الثلاث. اليوم وسط الاصطفافات تبدو المواقف أكثر وضوحا، رفض واضح لسياسات السعودية والإمارات وتأكيد على الحوار للعسكر والتحشيد. خلاصة ما جاء في اتصال هاتفي هو الثاني في غضون شهر بين أمير دولة قطر والرئيس الإيراني. هناك يعني لدى صاحب القرار الإيراني شك في النية الأمريكية. في نفس الوقت هناك سعي إيراني ل يعني دفع الأطراف الإقليمية إلى النائب النفس في الخلاف القائم بين إيران وبين أمريكا. في ظل واقع إقليمي معقد وآخر دولي غير واضح، تواصل طهران سياساتها، رفض للمفاوضات مع أمريكا وتأكيد عليها في الإقليم دون نفي الصعوبات والمشاكل. إيران تنتظر دوليا، تنتظر مواقف عملية أمريكية، عودة للاتفاق النووي ورفع للعقوبات، وإقليميا تريد وقف ما تراه اقتراب البعض من خطوط حمراء رسمتها، انتظار ترسم فيه ملامح مرحلة مقبلة لا يغيب عن عنوانها التفاوض. حازم كلاس، العربي، طهران. في سياق متصل، أفادت مصادر سياسية في الكونغرس الأمريكي أن أعضاء فيه بينهم جمهوريون يعدون تشريعا يسعى لإيقاف خطط الرئيس ترامب لبيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن. هذا ويذكر أن إدارة الرئيس ترامب قد أخبرت لجان الكونغرس نهاية الشهر الماضي أنها ماضية قدما في إتمام 22 صفقة عسكرية، فيما يمثل ذلك التفافا على الكونغرس مع إعلان حالة طوارئ عامة بسبب التوترات مع إيران. نتحول إلى مراسلنا في العاصمة الأمريكية واشنطن، رافد جبوري. رافد، كيف يجب أن نفهم تحرك الكونغرس الآن؟ هل هو متعلق بموضوع الأسلحة والملف اليمني أم بالملف الإيراني؟ يبدو أننا لا نسمعك رافد.
نعتذر إذن، يبدو أننا غير قادرين على سماع مراسلنا رافد جابوري، لكن كان أعد تقريرا إذن عن تفاصيل هذه الخطوة التي يقوم بها أعضاء الكونغرس، ولنتابع مزيد من التفاصيل في تقرير تالي. نعم. الكونغرس يريد تقييد الرئيس. يرى مشرعون مؤثرون أن مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات يجب إيقافها. ليست القضية صراعا على القوة والصلاحيات فقط، بل أن هناك جانبا مبدئيا أيضا. لا يمكننا البقاء صامتين بينما تؤشر هذه الإدارة للعالم بأن أمريكا لم تعد استثنائية، وأن تصرفاتنا لا يجب أن تكون مختلفة عن روسيا والصين في السعي للنفوذ والتصرف بطريقة ملتوية من أجل تجنب المحاسبة. يقود السناتور مينديز وهو من قادة الحزب الديمقراطي الحملة، لكنه يحظى أيضا بتأييد من وجوه جمهورية مهمة أبرزها السناتور لينزي غرايم. شكلت جريمة مقتل جمال خاشقجي واستمرار حرب اليمن عاملا حاسما في توجهات الكونغرس. دائما ما يكون الأمر إشكاليا عندما يتم الالتفاف على الكونغرس، لكن هذه الإدارة والإدارة التي سبقتها استخدمتا الصلاحيات التنفيذية بطريقة غير مسبوقة. لا أعتقد أن ذلك أمر جيد. أجهض ترامب محاولة مماثلة للكونغرس الشهر الماضي حينما أعلن حالة طوارئ بشأن إيران ليتمكن من تبرير بيع شحنات أسلحة للسعودية والإمارات من غير موافقة الكونغرس. من أجل أن تنجح مساعي الكونغرس في تقييد مبيعات الأسلحة، لابد أن تصدر القرارات بغالبية الثلثين من أجل تجاوز حق الرئيس في استخدام الفيتو. أمر ليس سهلا، ولكن الصراع مستمر. رافد جبوري، العربي، واشنطن. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ في العاصمة موسكو في سياق تنسيق المواقف بين البلدين بعد تفاقم التوترات مع الولايات المتحدة. هذا وسيبحث طرفان الخطة الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني وكذلك الملفين السوري والفنزويلي، بالإضافة إلى بحث مشروعات اقتصادية. نتحول إلى موسكو. معنا من هناك مراسلنا محمد حسن. محمد، يقول بوتين إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق، ماذا نتوقع إذن؟ نعم، بالفعل نتوقع المزيد من هذه العلاقات. نتوقع اتفاقيات جديدة، شهدناها اليوم، تم التوقيع على أكثر من 30 اتفاقية في شتى المجالات بعد المحادثات التي جرت بضع ساعات، ربما ساعتين أو أقل. خرج بعدها الرئيسان ليشهدوا على توقيع 30 اتفاقية في شتى المجالات، منها مجالات الطاقة والمواصلات والطيران والثقافة وغيرها، الكثير من الاتفاقات. نرى أن هناك رغبة قوية جدا من الطرفين في رفع مستوى هذه العلاقات. بالإضافة إلى هذه الاتفاقيات، توصلت روسيا والصين إلى حجم تبادل تجاري زاد 100 مليار دولار، وطبعا كان هناك هدف وضعه شي جين بينغ وفلاديمير بوتين سابقا أن تصل العلاقات التجارية إلى 100 مليار. يأتي هذا طبعا على خلفية توتر العلاقات تقليديا وسابقا بين روسيا والولايات المتحدة، ومؤخرا نسبيا بين الصين والولايات المتحدة. والآن ترى الصين دعما في القوى السياسية والعسكرية ربما الروسية، وتبحث روسيا عن مصالحها الاقتصادية في الصين. طبعا هذه الزيارة تأتي، هي زيارة للزعيم الصيني تستمر 3 أيام. اليوم هي في موسكو، وغدا يتوجه الرئيسان إلى مدينة سان بطرسبرغ لتستمر هذه الزيارة. أما عن اليوم، كنا قد أعددنا هذا التقرير إليكم. على رأس وفد من 1000 شخص، الشريك الاستراتيجي في موسكو، تعاون عسكري وتناغم سياسي قائم، وأفق اقتصادي واعد بين البلدين. لم يستقبل بوتين أحدا كما استقبل شي جين بينغ.
لم تكن العلاقات بين روسيا والصين سيئة يوما ولم تكن أفضل مما هي عليه اليوم. وضعنا نصب أعيننا هدف الارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار، وبفضل جهود فريقينا تجاوزنا هذا السقف ووصل التبادل التجاري إلى 108 مليارات العام الماضي. مع ازدياد التوتر بين بكين وواشنطن، ينظر الزعيم الصيني إلى المستقبل معتمدا على الماضي. تمكن بلدانا من بناء ثقة متبادلة مكنتنا من دعم بعضنا البعض في مسائل تخدم مصالحنا، وفي هذه الانطلاقة الجديدة أمامنا إمكانيات لتطوير العلاقات الثنائية. من الاتفاق الإيراني إلى الوضع في فنزويلا، مرورا بسوريا والسودان، أجندة طويلة وأخرى اقتصادية أطول حسمت في غضون ساعات، فمواقفهما متطابقة تقليديا، وموضوع المباحثات ليس إلا تنسيقا للمواقف. حصيلة المفاوضات 30 اتفاقا وإعلان مشترك حول مسائل الأمن الاستراتيجي. لا تختلف موسكو وبكين في غالبية الملفات الدولية، وإن اختلفت طريقة التعامل معها. تتداخل الملفات السياسية والاقتصادية في العلاقات الروسية الصينية وتتقاطع مصالح الجارتين، ففي السياسة تتمدرس بكين خلف القوة السياسية والعسكرية الروسية، أما موسكو فتبحث عن مصالحها في القوة الاقتصادية الصينية. محمد حسن، تلفزيون العربي، موسكو. تستمر طائرات النظام الحربية والمروحية النظام السوري باستهداف ريفي إدلب وحماة خلال أيام العيد، حيث قتل 5 مدنيين على الأقل وأصيب 10 جراء استهداف الطائرات التجمعات السكانية والمناطق الحيوية بأكثر من 200 غارة جوية. نعم، تفاصيل أكثر عن هذه التطورات الميدانية في تقرير مراسلنا في إدلب خالد الإدلبي. مدينة الألعاب بلا أطفال يوم العيد، فلم تتزين بهم كما هي العادة في كل عيد. طائرات النظام تعمدت تخريبها، وفي مكان قريب منها وجد الأطفال بعض الألعاب يخرجون إليها حال توقفت الطائرات عن القصف ولو لمدة بسيطة. أول العيد هلا ما خلونا أطلع من الدور، هلا لأن في طيران عم يضرب بالحارات ويبدو ضرب نحن نحضرنا يلعبون ويمرحون ليخرجوا من أجواء القصف التي لم تترك لهم بهجة وفرح كما بقية أطفال العالم، لكن الابتسامة أقوى من الموت. شوفت عينك أطفال، ما في عيد، غارات، يعني ضرب، ولا حد عم يقدر يطلع من بيته، عم ينقصف البيوت، ينقصف الكل. مبارحيات أول ما بدهم يطلعوا ها ما في، الساعة 10 ولا صار الضرب، الغارات لهون عم تنضرب. الغارة الجوية تركزت على الأسواق الشعبية والمدن المكتظة بالسكان لتقتل المدنيين وتصيبهم وتحول عيدهم إلى جحيم. استمر التصعيد على قرى ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، حيث استهدف الطيران الحربي قرية كفر وعيد، ارتكب مجزر راح ضحيتها 6 شهداء وعدد من الجرحى. حلويات العيد تلطخت بدماء الأبرياء، وبهجة العيد هجرت منازلهم بعد أن حولها القصف الجوي إلى ركام. عيدهم يختلف عن كل أعياد العالم، فلا فرح ولا سرور، لا يوجد هنا إلا القتل والموت أمام أعين العالم الذي يحتفل بيوم العيد متناسيا همومهم وآلامهم. خالد الدلبي، العربي، ريف إدلب الجنوبي. العربي اليوم متواصل وفيه بعد الفاصل. في إطار تغطيتنا الخاصة لمرور 2 على فرض الحصار على قطر، نافذة مباشرة من الدوحة تبحث في الأداء الدبلوماسي والاقتصادي لقطر خلال 2 الحصار.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا. في إطار تغطيتنا الخاصة بمرور عامين على حصار دولة قطر، نتحول بكم الآن إلى هذه النافذة المباشرة من الدوحة مع أمال عرب. شكرا للزميلين وائل ونجلاء من لندن، وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه النافذة المباشرة من العاصمة القطرية الدوحة، والتي تأتيكم ضمن تغطية التلفزيون العربي الخاصة لمرور عامين على حصار دولة قطر. بداية، في الأيام الأولى للحصار على قطر بدا وكأن واشنطن كانت أقرب إلى معسكر المحاصرين منها إلى الدوحة، لكن الأحداث سرعان ما كشفت سوء تقدير الحسابات السياسية في دول الحصار لتفرض العلاقات الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة نفسها على مجريات الأحداث، وتتخذ واشنطن بعدها موقفا وسطا يدعو إلى الحوار سبيلا لإنهاء الأزمة بين الدول الخليجية. نتابع. يمارس ترامب سياسة الترهيب مع الكثيرين. في البيت الأبيض يعرض ضيوفه أحياناً كمجرد مصادر للأموال عن طريق شراء الأسلحة، أما في قضية حصار قطر فقد كان موقف ترامب في البداية قريباً لدول الحصار. بعد ذلك بذلت قطر الدولة جهوداً مميزة مع مؤسسات أمريكا الدولة أدت إلى نتائج مميزة. كانت زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محطة مهمة تميزت بالندية والاحترام المتبادل. إنه لشرف عظيم أن يكون أمير قطر معنا. إنه رجل عظيم وصاحب شعبية كبيرة في بلده، شعبه يحبه. إن القطريين أصدقاء جيدون ونحن نعمل معا بصورة حسنة جدا. أيها الأمير، شكرا لك. Thank you very much for being here. Appreciate it. Thank you very much, Mr. President. السيد الرئيس، شكرا لك. أنا سعيد جدا وأتشرف بكوني هنا. شكرا لهذه الدعوة. تعود العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر إلى 45 سنة مضت. إنها علاقات قوية وصلبة. إن شراكتنا الاقتصادية تبلغ أكثر من 145 مليار دولار، ونهدف لمضاعفة ذلك في السنوات القادمة. التعاون العسكري بيننا قوي وصلب، وكما يعلم الجميع فإن قاعدة العديد هي قلب محاربة الإرهاب. أثبتت الأزمة ونتائجها أن أسس العلاقات بين واشنطن والدوحة راسخة. لقد كانت حملة الضغط السياسي القطري في واشنطن مؤثرة. كذلك قام مستشارو الرئيس المقربون وخصوصا وزيري الدفاع والخارجية حين ذاك بإقناعه بأن للولايات المتحدة روابط قوية مع قطر. تعزز الجانب العسكري في العلاقات، وهو الجانب الأهم لأمن البلدين، لكن روابط أخرى اقتصادية وثقافية تعززت أيضا لتبدأ مرحلة جديدة من الصداقة والعمل المشترك. رافد جبوري، العربي، واشنطن. بالإضافة إلى تمكن دولة قطر من الحفاظ على أدائها الاقتصادي رغم الحصار، فإن الدوحة حافظت بل ووسعت من نطاق علاقاتها الدولية خلال عامي الحصار، مستفيدة من تحالفات وثيقة قائمة ومؤسسة لعلاقات جديدة مع عدد كبير من العواصم، وهو ما أفشل ما أريد فرضه على الدوحة من عزلة دبلوماسية. ليست الفعالية الدبلوماسية لدولة قطر وليدة أزمتها مع دول الحصار، فللدوحة رأس مال دبلوماسي متراكم على مدى عقود طويلة، حقيقة مكنت قطر من الاستفادة من علاقاتها بدول العالم بعد أن حاصرها جيرانها. فقبيل الأزمة المفتعلة من دول الحصار، شهد مطلع عام 2017 أربع جولات لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، شملت 9 دول إفريقية وسبع زيارات لدول آسيوية وأمريكية
الأمريكية وزيارتين لدولة الكويت. ففي شهر أبريل من عام 2017 استهل الأمير تميم بن حمد الثاني أولى جولاته الخارجية بجولة إفريقية شملت عدة دول لا سيما أثيوبيا التي تحتضن مقر الاتحاد الأفريقي، لتتوج زيارة الأمير بتوقيع 11 اتفاقية تعاون في عدة مجالات. جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تقدما في القارة السمراء كانت محطة مهمة في الجولة الأفريقية للأمير تميم، حيث جرى خلالها الاتفاق على رفع التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من ملياري دولار عام 2020. الجولة الثانية لأمير دولة قطر في 2017 والأولى بعد الحصار جاءت في سبتمبر وشملت كلا من تركيا وألمانيا وفرنسا، قبل أن ينتقل الشيخ تميم بن حمد إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. آسيا أيضا كانت ساحة للنشاط الدبلوماسي القطري، ففي شهر أكتوبر من عام 2017 بدأ الأمير جولته الآسيوية بزيارة ماليزيا، مفتتحا آفاقا جديدة للعلاقة بين الدولتين. جولة الأمير شملت أيضا كلا من إندونيسيا وسنغافورة، حيث انعقد منتدى الأعمال القطري السنغافوري. العام 2018 شهد توجها قطريا باتجاه الأمريكتين، ففي أبريل استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر في البيت الأبيض، حيث اعترف ترامب بأن الأزمة الخليجية أضرت بمختلف الأطراف، مخالفا بذلك ما روجت له دول الحصار حول موقف واشنطن من الخلاف الخليجي. العلاقة مع دول قارة أمريكا الجنوبية اكتسبت أيضا أهمية خاصة بالنسبة للدوحة، ففي الأول من أكتوبر عام 2018 بدأت جولة الأمير تميم في القارة الجنوبية بجدول لأعمال كان عنوانه هو الاقتصاد، لاستكمال ما أنجزته الجولات السابقة عامي 2015 و2016. تحركات دبلوماسية نشطة إذن ضمن رؤية استراتيجية لدولة قطر خلال سنوات الحصار، ليبدو المشهد وكأن الدوحة جاورت العالم بعدما حصرها جيرانها الأشقاء. نرحب بضيفي نافذتنا هنا في الدوحة الأستاذ جابر الحرمي الإعلامي القطري. أهلا وسهلا بك أستاذ جابر معنا، كل عام وأنتم بخير. أستاذ جابر، كما بدأ تقريرنا للدوحة رأس مال دبلوماسي قبل الحصار، اليوم بعد عامين كيف استثمرت قطر في رأس المال هذا وطورته بل وثبتت وجودها الإقليمي والدولي رغم ما أريد من دول الحصار من عزلها؟ ربما أحد المؤشرات الإيجابية التي قدمتها هذه الأزمة كيف قطر أدارتها واستثمرت علاقاتها التاريخية وشراكاتها وتحالفاتها مع عدد من الدول والمصداقية التي تتمتع بها في المحافل الدولية. استطاعت قطر ومن خلال دبلوماسية نشطة فاعلة أن تنقل وجهة نظرها إلى صناع القرار على مستوى العالم. كانت لجولات سمو الأمير دور فاعل في مختلف قارات العالم، كان لوزير الخارجية حقيقة الجهد في تقديم قطر وفي نقل الصورة الحقيقية للحصار الذي حدث ولإغلاق المنافذ، إغلاق الأجواء، الخطوط الملاحية. هذا الحصار الجائر الذي لم يلتزم لا بقوانين ولا بأعراف ولا بتشريعات دولية ضرب عرض الحائط بكل هذه الأمور، استطاعت قطر أن تشرح للعالم هذا الواقع الجديد الذي خلقه هذا الحصار. نعم، قطر كانت تمتلك علاقات جيدة مع مختلف دول العالم، مع الدول الفاعلة في المشهد السياسي، لكن أعتقد أن بعد الحصار تعزز هذا الأمر وأصبح لقطر حضور أكثر إيجابية. لماذا؟ لأن قطر قدمت عقلانية في تعاملها وتعاطيها مع هذه الأزمة، لم تنجر ولم تدفع المنطقة إلى مزيد من الاحتقان. تعاملت مع قرارات وإجراءات دول الحصار بدولة تمتلك مؤسسات. لجأت قطر في هذه الأزمة إلى المؤسسات الدولية، إلى المؤسسات الحقوقية، إلى المنظمات العالمية دون أن تجاري أو دون أن تقدم على خطوات كردة فعل في هذه الأزمة. لابد أن هذا المشوار الدبلوماسي لم يكن سهلا، كان هناك تحديات. مثلا الموقف الأمريكي كان إلى جانب دول الحصار في البداية، ثم وصل إلى ما هو
عليه الآن. كيف تصف الموقف الأمريكي بعد عامين، وكيف استطاعت الدوحة مواجهة تقلبات ساكن البيت الأبيض دونالد ترامب؟ تركيبة صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية تختلف عن دول عربية. هناك مؤسسات فاعلة، لا يمكن، صحيح أن الرئيس له كلمة، لكن أيضا هناك مؤسسات أخرى غير مؤسسة البيت الأبيض. هناك البنتاغون، هناك وزارة الخارجية، هناك رؤية لعلاقات استراتيجية مع دول، وليست ردات فعل. اعتقدت دول الحصار تحديدا السعودية والإمارات أن التعامل، وطالما أخذوا الضوء الأخضر من ترامب، أنه يمكن أن تخطو هذه الدول خطوات وأن لا تعير أي اهتمام للقانون الدولي. كما قال بانون، ستيف بانون، أنهم تلقوا من دول الحصار تأكيدات أن الأزمة سوف تكون لمجرد أيام ثم ينتهي الأمر وتعود الأمور إلى سابق عهدها، دون أن يكون هناك إرباك أو أن المشهد الخليجي سوف يتغير. لكن رأوا أن أولا ما كانوا يخططون له السيناريو، يعني عملية 24 ساعة أو 48 ساعة ثم يتم تركيع قطر ويتم أن تقوم بالموافقة على كل هذه الأمور، أمر لم يكن في الحسبان هذا الصمود القطري. لذلك رهانهم كان أحد الرهانات الخاسرة. هم يتعاملون مع الولايات المتحدة كما يتعاملون مع مصر. كيف تتعامل الولايات المتحدة أيضا مع هذه الدول؟ كنا نتحدث قبل قليل أن ترامب يوجه لهم بأن هاتوا ما عندكم من أموال لنقوم بحمايتكم، بينما لم نرى هذا الخطاب موجها لدولة قطر. ما دلالة ذلك؟ أمر محزن جدا ومؤسف حقيقة ما رأينا خطابات ترامب في عندما يتحدث عن السعودية على سبيل المثال، عندما يتحدث عن الملك سلمان، كيف يتحدث بلغة فيها من الإساءة درجة عالية، عندما يقول لهم ادفعوا الأموال، عندما يقول لهم أن باتصال واحد مع الملك سلمان استطاع أن يجلب 500 مليون، بينما لا يستطيع من هو مؤجر لشقة في نيويورك أن يقوم بتحصيل 113 دولار. يقول لهم أن عليك أن تدفعوا، طائراتكم لا يمكن أن تطير دون الحماية، لا يمكن أن تبقون في الحكم أكثر من أسبوعين. بينما لماذا وصل لهم؟ لأن هذه الدول هي التي وضعت نفسها هذا الموضوع. بينما لا يتعامل ترامب مع الدول التي تحترم نفسها، مع قطر، بل حتى مع من يصفها أنها عدو إيران. كيف تحدث ترامب مع إيران في مؤتمر الصحفي في طوكيو؟ مخالفة تماما جدا، قال لهم أصدقاء، وأنه سوف يتعامل مع نظام الحكم الحالي وأن لديهم اقتصاد وغيره. لذلك دول الحصار هذه الأزمة يجب أن تقدم لهم درس في إعادة تقييم علاقاتهم، في كيفية التعاطي مع هذه الدول. لكن للأسف الشديد ليس هناك عقلاء في هذه الدول. تبقى معنا أستاذ جابر، أيضا نلتفت إلى ما أنجزته قطر داخليا. فخلال السنة الثانية من حصار قطر تم افتتاح استاد الجنوب المونديالي، وهو أول استاد بني من الصفر وثاني استاد مجهز لكأس العالم لقطر 2022. ورغم سد دول الحصار للمنافذ البرية والبحرية والجوية، فقد استكملت الدوحة مشاريع البنى التحتية دون أن تتجاوز مواقيت التسليم المحددة. مراسلنا سلمان النجار يأخذنا في جولة نتعرف فيها لاستاد الخور ثم استاد الجنوب في هذا التقرير. خيمة هي الأغلى في العالم. استاد البيت بات واضح المعالم. هنا على أطراف مدينة الخور شمالي الدوحة لا يتوقف العمل ليل نهار. عندما تنتهي الأشغال سيستضيف هذا الملعب مجانين الكرة ومشاهيرها. 60,000 متفرج من دون شك ستبهرهم جواهر الصحراء. ملاعب قطر تنجز بأروع التصاميم، بأحدث التقنيات وأمهر المهندسين، واللمسة القطرية لا تغيب، تنوب عن العرب في استضافة عرس عالمي. عرس حول قطر إلى ورشة مفتوحة، شوارع واسعة،
طرقات سريعة تصل الملاعب بالمدن، ومترو حديث يختصر المسافات. عشاق المونديال سيحضرون 3 مباريات في يوم واحد. الحلم يتحقق. قطر هزمت الصحراء. الخضرة والماء شاهدان على ذلك. ملعبان جاهزان وست ستسلم في الموعد. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. قبل 9 سنوات شكك المشككون كيف لدولة صغيرة المساحة قليلة السكان بصيفها برملها وحرها أن تفتك شرف المونديال. وفي عز الأزمة الخليجية يصرخ الصارخون. في دول الحصار هناك من يتمنى، هناك من يتآمر ويدفع لتجريد قطر من مونديالها. فات الأوان. وفود عالمية من عالم الرياضة والسياسة تشهد على مستحيلات نبتت في قلب الصحراء. زها حديد المصممة العراقية الأشهر في العالم رحلت وبصماتها لا تغيب، يخلدها استاد الجنوب تماما مثلما ستخلد قطر. سيذكرها التاريخ دولة صغيرة بأحلام كبيرة، تحدت الطبيعة وهزمت الكبار، ومسافة 1000 ميل بدأت بخطوة. قبل 3.5 أعوام من انطلاق المونديال بات هذا الاستاد جاهزا لاستضافة 40,000 من عشاق الكرة المستديرة. بطولة غير مسبوقة واستحقاق قطري يقدم باسم كل العرب إلى كل العالم. سلمان النجار، العربي، من استاد الجنوب في مدينة الوكرة. تنظيم كأس العالم أستاذ جابر كان ورقة قوية أخرى لدى قطر، هل ما زال لدى الدوحة أي مخاوف مما قد تحيكه دول الحصار بشأن هذا الملف؟ غير مستبعد أن دول الحصار تستمر في محاولة عرقلة هذا رغم كل الفشل والصفعات التي تلقتها. ربما إسناد الفيفا مؤخرا بطولتي للأندية 2019 و2020 إلى قطر. قطر لديها كل الجاهزية للتعامل مع الطرف الآخر، مع كل المؤامرات التي حاكتها، أن تعيد بإفشالها وأن تستمر في هذه الخطوات الإيجابية. شكرا جزيلا لك أستاذ جابر الحرمي على وجودك معنا في هذه النافذة. المواطنون والمقيمون في قطر هم دون شك أكثر من تأثر بالحصار الذي فرض على الدوحة ودفع فاتورتها الإنسانية. المواطنون والمقيمون هم أيضا من لمس نتائج السياسات والخطط القطرية في التغلب على تداعيات الحصار وتجاوزها. التلفزيون العربي استطلع آراء عدد من المواطنين والمقيمين بعد 2 عامين على الحصار، نتابع ماذا قالوا. كانت صادمة في البداية، لكن لله الحمد والمنة احنا اذا بنتكلم عن الوضع عندنا هنا في قطر، يعني كانت ايضا فرصة لنا ان نعيد التفكير في بعض المشاريع والامور اللي كنا ماشيين فيها وكيف طريقة تنفيذها على ارض الواقع. كنا نعتمد كثير على المصادر الخارجية، لكن الحمد لله قدرنا نكتشف ان احنا نقدر امور كثيرة نسويها احنا بنفسنا. كانت صعبة بالنسبة لنا من الناحية النفسية، ولكن الحين الحمد لله قطر اصبحت افضل من قبل من ناحية الاقتصادية، من ناحية السياسية، ولكن من ناحية الاجتماعية صعب علينا ان نترك اخواننا واهلنا اللي في الدول المجاورة لنا. حقيقة لا احب ان اتذكره، يعني هو كابوس للأسف على المنطقة، كان يراد به يعني للأسف تركيع قطر، لكن خلال السنتين الماضيتين ومعيشتي هنا في هذا البلد لم تزدها إلا قوة وإصرار. 5-6 هي يعني نقطة ممكن نقول أنه لا تعبر عن التضامن العربي الإسلامي، وهي نقطة تحول ما كان أي واحد يتمناها أصلا تحدث بين الأشقاء، وكان الأصل هو أمة واحدة ومصير واحد، لكن رب ضارة نافعة.
بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية نافذتنا من الدوحة، شكرا على المتابعة وعودة إلى الزميلين نجلاء ووائل في لندن. تحيي بريطانيا اليوم الذكرى 75 لأكبر إنزال بحري في التاريخ الذي جرى في منطقة نورماندي الفرنسية إبان الحرب العالمية الثانية لتحرير أوروبا من ألمانيا النازية. الاحتفالات ستتواصل غدا على الجانب الفرنسي الذي يستعد لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واغتنام الفرصة لإجراء محادثات معه بهدف خفض التوتر بين جانبي الأطلسي. هنا في بورتسموث يمجد قادة العالم أو معظمهم وبحضور ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ذكرى إنزال النورماندي. حدث مفصلي غير وجه أوروبا قبل عقود طويلة، يحرص البريطانيون على ألا يمر بشكل عادي، فعظمة ما كان يعرف بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس يراها المرء بسهولة. الرئيس الأمريكي شاغل العالم موجود هنا ربما لتذكير قادة أوروبا بفضل بلاده عليهم عندما خلصتهم من براثن النازية في الحرب العالمية الثانية. رئيس الوزراء الكندي حاضر هو الآخر هنا، وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 16 دولة تشارك في الذكرى 75 لإنزال النورماندي، ذكرى تعهد هؤلاء القادة في إعلان مشترك بمنع تكرار مآسي الحرب العالمية الثانية وتسخير طاقاتهم في سبيل الديمقراطية والتسامح والسلام. وكالعادة نختم برنامج العربي اليوم بفيديو من منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي، وفيديو اليوم عن الأخبار الزائفة والمفبركة التي نشرتها وسائل إعلام سعودية وإماراتية ومصرية بعد إعلان حصار قطر.